أحسن الله إليك، عندي الزوجة حامل وأنا أطلب منها ألا تعمل في البيت كي لا ترهق نفسها، ولكن لا تستجيب لي، وكل ما أرجع إلى البيت أرى أنها غسلت الملابس وغيرها من أمور المنزل، فهل عليها خدمتي أم طاعتي؟ جزاكم الله خيرا. والله أنا أخشى هذا من الذين يكفرون النعمة، وين تحصل حرمة وزوجة وهي حامل تخدمك؟ الله يهديك، بس لا تكفر النعمة، أخشى أن تسلب منك. قل الحمد لله ما دام الزوجة يعني مقتنعة وقادرة وترى في نفسها بأس. الآن بعض الحريم في الشهر الأول تقول جيب لي خدامة واشتغل عني، ومسكينة وشغال في المطبخ ويكنس ويكوي، هي في الشهر الأول. فلذلك احمد الله عز وجل، لا تكفر هذه النعمة، قل الحمد لله وجزاها الله خير. يعني هذه المرأة نادرة حقيقة. فلذلك يا أخي الفاضل، ما دام أن امرأتك يعني ترى في نفسها القدرة على العمل وعلى الشغل والطبخ وغسل الثياب وكوي الثياب، اتركها اتركها. وإذا والله يعني راغب أنت، خلك تشتغل أنت عنها، أو قسم الشغل بينك وبينها.